كل تأكيد في تطوير كبير جدا بيحصل في قطاع الصحة. امبارح تم الإعلان عن افتتاح 85 عيادة مسائية في مختلف التخصصات الطبية في 22 محافظة. ده بكل تأكيد ساعد بشكل كبير جدا في تخفيف الضغط على العيادات اللي بتشتغل الصبح في مستشفيات هيئة التأمين الصحي. فعلا كان في توجيهات لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشغيل عيادات مسائية في المستشفيات دي علشان تخفف التكدس وتوفر كمان خدمات طبية بجودة عالية للمواطنين. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. صباح الخير عليك يا دكتور، أهلا وسهلا بك. صباح النور يا استاذ منى، صباح النور يا استاذ محمد، تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم الكرام. يا اهلا بيك. في البدايه عايزين نتكلم عن تطوير منظومه عيادات التامين الصحي. يعني خليني بس اذكر حاجه، انه العيادات التخصصيه بدا تشغيلها من 22 اكتوبر كمرحله اولى كانت 50 عياده. في الاسبوع الماضي ارتفع العدد ده الى 87 او 85 زي ما حضرتك ذكرت. واحنا في خطتنا ان هم يوصلوا ل 120 عياده تخصصيه مسائيه. الهدف زي ما حضرتك ذكرت هو تسهيل تقديم الخدمه، زياده او سهوله حصول المنتفعين على الخدمه. و الحقيقه انه افتتاح العيادات المسائيه ادى الى انخفاض الضغط على العيادات الصباحيه والسهوله الى ما يقرب من 30%. العيادات المسائيه لحد النهارده من 22 اكتوبر لحد 13 فبراير تردد عليها ما يقرب من مليون مواطن و 82,330. العيادات دي بتشمل كل التخصصات اللي موجوده في العيادات الصباحيه للممارس والاخصائي والاستشاري. في توجيه ايضا لانه العيادات دي بعد كده تمتد لتشمل كمان غير المنتفعين بالتامين الصحي، يعني المنتفع بالتامين الصحي بيحصل على الخدمه من خلال منظومه التامين الصحي بدون ما يتحمل اي نفقات. لكن في ايضا فرصه لغير المنتفعين بالتامين الصحي اللي هم مش خاضعين بالتامين الصحي ان هم يحصلوا على الخدمه من خلال العيادات ديت مقابل اجر. اكيد دكتور حسام، دايما بنقول ان احنا محتاجين مزيد من الاطباء ودايما محتاجين مزيد من التمريض، منين قدرتوا توفروا هذا العدد من اعضاء الفريق الطبي اللي هيبقوا موجودين في العيادات المسائيه؟ هو الحقيقه انه واحده من فلسفه العيادات المسائيه هو تحسين اوضاع الفريق الطبي سواء كان الزملاء من التمريض او الزملاء من الاطباء، وبالتالي القيمه اللي بيدفعها التامين الصحي في العيادات المسائيه بقى 50% منها ياخذها الفريق الطبي. ده ساعد على تحسين دخل العاملين ورغبتهم في انهم يشاركوا في هذا العمل وهو العيادات المسائيه. يعني المنظومه لا تنظر فقط الى تحسين الخدمه المقدمه لكن ايضا تحسين اوضاع العاملين فيها. ففتح دخل تحسين الظروف بصفه عامه المحيطه بالاجراء كله. بالظبط، وده عشان كده بقول لحضرتك انه ده ادى الى زياده الدخل للعاملين في هذه العيادات، وبالتالي كان في رغبه الحقيقه من الساده الزملاء في العمل في العيادات المسائيه. عظيم، مهم جدا اللي حضرتك وضحته دلوقتي ان نفس الخدمات الطبيه اللي بتقدم في العيادات الصباحيه هي موجوده في العيادات المسائيه، لكن التفكير كان مهم في هذه النقطه ان احنا التوقيت نفسه بحيث الناس معروفه ان هي الصبح في اشغالها. بالضبط. فبالتالي فبتفكر ان هي هتكشف امتى؟ فبعد ما ترجع من اشغالها، فاحنا عملنا العيادات المسائيه من الساعه 4 للساعه 8 مساء. واللي انا عايز اقوله انه وفق نفس النظم، يعني هو منتفع التامين الصحي لما بيروح العياده الصباحيه لا يتكلف اي تكلفه ماليه، وكذلك منتفع التامين الصحي لما بيروح في الفتره من 4 ل 8 مساء مفيش اي اعباء ماليه اضافيه عليه. طيب انا رايح الفتره المسائيه، هقدر اصرف كمان دوايا بتاع التامين الصحي ولا ما عنديش مشكله ان انا اصرفه بقى الصبح اصرفه بالليل ايا كان، ما عنديش مشكله؟ هل برضو اقدر اختار؟ خليني اجاوب على حضرتك بالارقام، انه متوسط اعداد الروشتات اللي بيتم صرفها يوميا من العيادات المسائيه يقرب من 9000 روشته يوميا. يعني مش هقول لحضرتك انه يقدر، لا ده انا هقول لحضرتك فعليا
احنا بنصرف يوميا 9000 روشته للمترددين على العيادات المسائيه. مقارنه بعدد قد ايه الصبح، ولا الرقم مش حاضر مع حضرتك؟ لا مش حاضر الرقم الحقيقه الصبح. طيب عظيم، اتكلمنا عن الادويه، نتكلم برضو عن التحليل. خليني اقول لحضرتك انه ده يمثل تقريبا 20% او 30% من الرقم اللي بيتم التعامل معه من المترددين في الصباح، وده مش بعيد عن ال 30% اللي حضرتك قلتها في بدايه المكالمه، ان انخفض اعداد المترددين في الفتره الصباحيه بنسبه 30%، فكده الارقام شديده القرب من بعضها فعلا. بالظبط. عظيم. دكتور حسام، كنت بسال حضرتك عن التحاليل برضو، لو في تحاليل مثلا ممكن نجريها اشعه. بيتم تم فتح جميع التحاليل الطبيه، يعني هي الحقيقه هو وكانك زودت ساعات العمل بنفس شروطه، سواء من ناحيه الادويه او من ناحيه التحاليل والفحوصات او من ناحيه العيادات. طيب معلش الدكتور حسام، احنا بنسال في كل تفصيله، لان هو ده يمكن الهدف الرئيسي من المكالمه، ان احنا نطمن الناس ان الخدمه الطبيه موجوده ومتوفره وبنفس الكفاءه اللي بتحصل في الفتره الصباحيه. لو جينا بقى اتكلمنا عن عدد العمليات الجراحيه اللي المستشفيات تم اجراءها فيها في من خلال التامين الصحي في الفتره اللي فاتت، نقدر نقول انها تقريبا كانت كام؟ لا، ما هو حسب الفترة، احنا بنتكلم على أي رقم. احنا إجراءات التأمين الصحي خلال العام 2022 زادت على 1.5 مليون عملية جراحية في العام 2022، اللي هو في حصيلة ما تم إجراءه ده من خلال المستشفيات التأمين الصحي والمستشفيات التي يتعاقد معها التأمين الصحي لتقديم الخدمة خارج المستشفيات التي تدار من هيئة التأمين الصحي الحالي. تمام. عظيم. كل العمليات يا فندم، كل العمليات في كل العمليات بكل التخصصات، سواء كانت عمليات ذات مهاره خاصه، عمليات كبرى، عمليات متوسطه، عمليات صغرى، بيتم تقديم الخدمه من المستوى الثاني والثالث واحيانا من المستوى الرابع زي عمليات الزرع، سواء زرع الكلى او زرع الكبد، من خلال منظومه التامين الصحي الحالي. هل بنسعى ان تكون مثل هذه العمليات موجوده في مستشفيات التامين الصحي بدلا من ان احنا نوفد المريض لعمليه لمستشفى خاصة، ولكن تكون من خلال التأمين الصحي؟ الحقيقة مش شرط، يعني هو في النهاية المؤمن عليه يحتاج إلى تلقي الخدمة في أقرب مكان لمحل سكنه وبنفس المستوى، فالمهم هو إحكام الرقابة والتعاقد مع مستشفيات مؤهلة، وده ما وجه به الدكتور خالد عبد الغفار، إنه أي مستشفيات بيتم التعاقد معها لابد ان تكون معتمده من هيئه الرقابه والاعتماد الجهار، وهي الهيئه المسؤوله عن تسجيل واعتماد المستشفيات في منظومه التامين الصحي الجديد، وبالتالي احنا كمان خليناها مسؤوله عن اعتماد نفس المستشفيات في منظومه التامين الصحي الحالي عشان نصل الى نفس معدلات جوده الاداء. احنا شايفين ولامسين التطوير اللي بيحصل في الخدمة الصحية المقدمة في مستشفيات التأمين الصحي، وهناك خدمات أخرى بيتم إضافتها، زي مؤخرا يعني خدمة القسطرة المخية اللي تم إضافتها في أحد المستشفيات في القليوبية. فكرة وصول الخدمات المختلفة للمستشفيات الغير مركزية أو الغير موجودة في العاصمة، ده الهدف منه إن المظلة تغطي كل الأماكن بنفس القدرة والكفاءة؟ الهدف أن المواطن في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية يتلقى نفس مستوى الخدمة من حيث الجودة، من حيث الكفاءة، من حيث التخصص، وبالتالي بيتم التوسع بشكل أفقي، يعني احنا زي ما توسعنا بشكل رأسي في العيادات انه اليوم الواحد امتدت ساعات العمل فيه للثامنة مساء، كذلك نتوسع بشكل أفقي على مستوى المحافظات في إدخال التخصصات المهارية في كل المحافظات في جمهورية مصر العربية. ميزة دكتور حسام من الميزات اللي بيتمتع بيها هذا النظام هو فصل السلطات، ان انجاز التعبير، الرقابة، الاعتماد، الإدارة، أهمية ده في هذه المنظومة؟ يعني يمكن فصل السلطات ظهر بصورة أكثر وضوحا في التأمين الصحي الشامل الجديد اللي هو اللي تم تطبيقه في 6 محافظات. يمكن دي واحدة كانت من الأسباب ان احنا لجأنا كدولة الى تعديل القانون واصدار قانون رقم 2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل الجديد، وهو ان ينص القانون على فصل السلطات. لكن اللي احنا بنحاول نعمله وفق القوانين القديمة، لانه قانون هيئة التأمين
ده صادر في الستينات، هو فصل السلطات من خلال الممارسة إلى أن تمتد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المحافظات، وساعتها هيبقى هي مش بس ممارسة لكن أيضا مقننة بحكم القانون. عظيم، كل الشكر لحضرتك طبعا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، شكرا جزيلا ليك يا فندم.